السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم الحمد لله أحييت سنة من السنن، وهي العمل في البيت. اليوم شوف عجنت العجينة هذه، طبعا هذه العجانة، وبعد ما سويت العجينة غسلت هذه، والحمد لله كنست المطبخ، شايفين؟ طيب، وغير كذا بعدين إن شاء الله أسوي القرص حق الديرة وأفطر منه. وما يقول لي واحد هذه عيب، هذه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. قال الله سبحانه وتعالى: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. فالإنسان يحسن إلى أهله في البيت، يحسن إلى زوجته، إلى أخته، إلى بناته، إلى أولاده، إلى غيره. فالله سبحانه وتعالى يحب الإحسان، ومن الإحسان أن نساعد الأهل في البيت. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعمل في بيته، في بيته الشريف صلى الله عليه وسلم كان يكون في مهنة أهله، يحلب شاته ويرقع ثوبه ويخدم نفسه ويخصف نعله. روى البخاري عن الأسود قال: سألت الأسود، هذا سأل أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته؟ قالت: كان يكون في مهنة أهله، تعني خدمة أهله، فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة. فالشاهد في الموضوع باختصار: ليس عيبا أن يعمل الإنسان في بيته ويساعد أهله، وخاصة الأيام هذه، أيام الواحد جالس في البيت وعنده فراغ طويل ونحو ذلك، فلنحسن إلى أهلنا. يحسن الإنسان إلى زوجته، يحسن إلى أمه، إلى والده، إلى أخته، إلى أخوانه، إلى بناته، إلى آخر ذلك. فالإحسان أمر الله سبحانه وتعالى به في القرآن الكريم، فالله سبحانه وتعالى يحب المحسنين، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يعمل في بيته، فلذلك الإنسان يعمل ويجتهد ويساعد أهله بقدر الإمكان. هذا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.